Hello and welcome to Dentistry 101, your source for online dental education. We hope that you enjoy. اهلا وسهلا بيكم. هنتكلم النهارده ان شاء الله في تشابتر الكرينيوفيشال جروث اند سيلولار بيزز اوف توث موفمنت. يعني عايزين نعرف ونفهم يا جماعه ايه الجروث بتاع الكرينيوفيشال او كرينيوم والوش بيحصل ازاي والحركه بتاعه الاسنان بتحصل ازاي. طب ده هيفرق معانا في ايه؟ هيفرق معانا ان لما انا اعرف النمو الطبيعي هيأثر عليا في التقويم، ان انا في مرحله من المراحل لو النمو وقف او ما وقفش اقدر اتحكم فيه. يعني انا لو عندي حاله كلاس 2 الفك اللي فوق صغير، لو انا عارف وفاهم النمو بيحصل ازاي هقدر اتحكم في نمو الفك اللي تحت، يا اما اكبره او نمو الفك اللي فوق ان انا اصغره. فلو انا فاهم ازاي كرينيوفيشال جروث بيحصل هقدر اسهل على نفسي عمليه التقويم. طبعا كرينيوفيشال جروث ما بيبقاش مضمون او معروف بنسبه 100% او مفهوم عند كل الناس، اللي بيلعب فيه العوامل الوراثيه. يعني مش شرط بس الوراثه من الاب والام، لا ممكن يورث من الجد ومن الجده ومن الخال. يعني العوامل الوراثيه برضو ربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل حاجه، بس احنا نحاول نجتهد ان احنا نقلل من فرص الفيلير او نقلل من وقت العلاج عن طريق ان احنا نتوقع الجروث اللي بيحصل او معدل النمو اللي بيحصل في الاسنان او الفك اللي بناء عليه مكان الاسنان هتترص. يعني طبعا احنا فهمنا ان اماكن الفك او نمو الفك بيتحكم فيه مكان الاسنان، زي ما قلنا الفك هو المكان اللي الاسنان بتقعد فيه. طيب تعالوا نتكلم نقول بسم الله الجروث يعني ايه جروث. الجروث هو نقدر نقول عليه هو الانكريز ان سايز باي ناتشرال ديفلوبمنت، اللي هو زياده في الحجم عن طريق التطور الطبيعي في جسم البني ادم او في اي كائن حي. نقدر ان احنا نعمل تقويم، او في الاغلب اوفن كارد اوت نقدر نعمل تقويم في الغالب للجروينج تشيلدرن. ليه؟ لان الميزه في جروينج تشيلدرن يا جماعه نقدر ان احنا قبل فتره البلوغ لو الطفل عنده مشكله سكيلتال اللي بسببها الاسنان مش في المكان المظبوط اقدر اتحكم فيه زي ما قلنا في الشابتر اللي فات. خلاص، ومهم قلنا ان انا اعرف الجروث علشان اقدر افهم احسن معاد للعلاج. هل هنجح؟ هل هفشل؟ ايه العيوب اللي ممكن تحصل؟ هل هتبقى الريزلت ستيبل؟ افرض انت جيت عملت تقويم ورصيت الاسنان صح، بعد ما رصيت الاسنان العيان حصل له جروث سبيرت والفك خرج لبره تاني، لو حاله كانت كلاس 2 هتعمل ايه؟ فانت لازم تكون فاهم النمو صح علشان تقدر تعالج بناء عليه. طيب وبرضه هنا بيقول حضرتك ان الجروث مش مفهوم بنسبه 100% بيحصل. احنا بنحاول نجتهد، جبنا نظريات، فهمنا النمو بيحصل ازاي، بس تظل حكمه ربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء. واحنا يعني ما اوتيتهم من العلم الا قليلا، يعني احنا مش عارفين حاجات كتير وحاجات مش فاهمينها، بس كل الموضوع عباره عن اجتهاد شخصي بيوفر علينا او بيسهل علينا العلاج بتاع التقويم الى حد ما وبيخلي النتيجه احسن. هنتكلم برضه في الشابتر ده ان شاء الله ازاي الاسنان بتتحرك عن طريق البريدونتال ليجمنت. طيب تعالوا نتكلم اول حاجه على الايرو كرينيوفيشال ديفلوبمنت، ازاي الطفل في مرحله الجنين بيتطور وبيحصل كرينيوفيشال جروث والطفل في مرحله الجنين. اول ما بيتم تلقيح البويضه يا جماعه بتبقى جوه الفلوبيان تيوب، الفلوبيان تيوب بتتحرك فيه لتحت وخلايا بتتكاثر، وبعد ما يحصل تكاثر للخلايا بتاعه البويضه بيبقى اسمها بلاستوسيست. بعد ما عدد الخلايا بقى كبير قوي البلاستوسيست دي بتدخل جوه اليوتراين وول علشان تلزق فيه وتاخد تغذيه من الوول بتاع اليوترس. البلاستوسيست من جوه يا جماعه بيبقى اسمها الامبريوبلاست. الامبريوبلاست بتتقسم ليه طبقتين، طبقه اسمها الهايبوبلاست وطبقه اسمها الايبيبلاست. بعد فتره بتاخد شكل الاوفال يا جماعه، الحته الزرقاء هي الايبيبلاست والحته الصفراء هي الهايبوبلاست. في ثالث اسبوع يا جماعه بيبدا يحصل خط بيتكون في الايبيبلاست، والخط اللي فيه التكوين ده يا جماعه الخلايا من الايبيبلاست بتبدا تنزل على جوه، الخلايا بتتكاثر وبتنزل على جوه من الايبيبلاست. الخلايا اللي بتتكاثر وبتدخل على جوه دي بتكون لنا ثلاث طبقات اللي هي الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم، والثلاث طبقات يا جماعه دول تقريبا بيدونا كل الخلايا والانسجه والحاجات اللي في جسم البني ادم، من اول الوش للعظم للمفاصل للدوره الدمويه، كل الحاجات بتتكون من الثلاث طبقات دي. بين الثلاث طبقات دي يا جماعه في ثالث او رابع اسبوع بيتكون عندي حاجه اسمها النوتال كورد. النوتال كورد ده بيبقى بين الثلاث طبقات، ضغطه التكوين النوتال كورد بتخلي الاكتوديرم يطلع لبره ولفوق ويبقى اتخن. الحته اللي تخنت دي اسمها النيورال بليت، وبتبقى موجوده في ظهر الامبريو. اطراف النيورال بليتس بتطلع لفوق وبتكون لنا حاجه اسمها نيورال فولد.
والنيورال فولدز بتكمل تطلع لفوق وبتلحم في بعض، بتكون لنا حاجه اسمها النيورال تيوب. في الفتره دي النيورال تيوب بيتكون لنا جواها حاجه اسمها النيورال كريست سيلز، بتبقى في طرف النيورال فولدز وهي بتلف حوالين بعضها. النيورال كريست سيلز اللي بتبقى موجوده في منطقه الراس والرقبه اسمها الكرينيال نيورال كريست سيلز. هي عامه النيورال كريست سيلز بتبقى بطول الجنين كله من فوق لتحت. السي ان سي سي وكل خلايا النيورال كريست بتبدا تتكاثر من ظهر الجنين وتبدا تطلع لقدام، ولما توصل للمكان اللي ربنا سبحانه وتعالى محدده بتبدا تنضج وتكون لنا العضو زي العظم والكارتليج الغضروف وكل الاعضاء اللي موجوده عندنا والاعصاب. تدفق خلايا سي ان سي سي في الراس والرقبه مهم جدا يا جماعه، علشان بيديلنا الشكل الطبيعي بتاع الوش عشان الطفل يطلع وشه سليم. زي ما احنا شايفين يا جماعه، ادي خلايا السي ان سي سي عماله بتنزل من ورا لقدام لحد ما توصل للوش من قدام. لما السي ان سي سي توصل لمكانها ربنا خلقه تبدا تنضج وتكون لنا شكل الوش. في نهايه الاسبوع الرابع الامبريو بيبقى عباره عن 5 سويلنج، الفرونتونيزال بروميننس واثنين ماكسيلاري بروميننس واثنين مانديبولار بروميننس اللي اتكونوا قلنا عن طريق السي ان سي سي بعد ما السي ان سي سي جت من النيورال تيوب اللي قلنا عليه. في الاسبوع الخامس بيبدا النضج بتاع السي ان سي سي يزيد ويبدا يكون لنا حاجه اسمها النيزل بلاكودز اللي هي بتمثل فتحات المناخير، وبرده بيكون لنا حاجه اسمها الاوبتيك بلاكودز اللي هي بتبقى في المستقبل هي العين. كمان يا جماعه في الاسبوع الخامس الماكسيلاري والمانديبولار بروميننسز بيبداوا يكبروا وبيقربوا من بعض من الناحيتين، ولما يلحموا مع بعض هيعمل لنا الفك العلوي. الاثنين اللي هما ماكسيلاري بروميننسز لما يلحموا هيعملوا لنا الفك العلوي اللي هو الماكسيلا، والاثنين المانديبولار بروميننسز لما يلحموا هيعملوا لنا المانديبل. في الاسبوع السادس الاثنين مانديبولار بروميننسز بيلحموا عشان يكونوا لنا المانديبل او اللور جو. وفي نهايه الاسبوع السادس اقدر اقول ان شكل المجزلة بقى مفصول عن المانديبل واقدر اشوف خط بين المجزلة وبين المانديبل. في الاسبوع السابع الماكسيلاري بروميننسز بتكمل وبتلحم عشان تكون لنا البوردر بتاع المناخير والابر ليب. لما الماكسيلاري والمانديبولار بروميننسز يلحموا مع بعض بيعمل لنا التشيك والكورنر اوف ذا ماوث. الفلترم والبالات برضو بيتكون في الفتره دي. الناس اللي عندهم كليفت ليب وبالات يا جماعه بيحصل مشكله اثناء الخطوه دي، اللي هم اللي عندهم شفه ارنبيه. وفي نهايه الاسبوع السابع يا جماعه تقريبا بيبقى شكل الجنين اخذ الشكل بنسبه كبيره. كل التكوين ده يا جماعه كان كارتليجينس جروث، هيتبدل بعضم بعدها وحجم الحاجات طبعا هيبدا ينمو، والنمو ده بيفضل يزيد يا جماعه لحد ما الطفل يتولد ويكبر ويبقى شاب بالغ. طيب تعالوا يا جماعه نتكلم على الميكانيزمز اوف بون فورميشن اند جروث، يعني ايه الطريقه اللي العظم بيتكون وبينمو فيها. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجسم او العظم بتاع الجسم كله في نوعين من تكوين العظم. في البدايه تكوين العظم فيه عندنا طريقتين، الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن والاندرو كوندرال اوسيفيكيشن. ببساطه ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين الانترا ممبرينس جوه الكونكتيف تيشو ممبرين، يعني العظم بيتكون جوه الكونكتيف تيشو بدون ما يكون فيه اي كارتليج موديل. الكارتليج موديل ده بيحصل في الاندرو كوندرال اوسيفيكيشن. يعني ايه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه حاجه اسمها الغضروف. الغضروف ده بيبقى عباره عن كولاجين ماتريكس موجود في الجسم، ما فيهوش عظم، مش ناشف، مش حاجه قويه، بيبقى حاجه مطاطيه شويه كده. بيبقى موجود فين؟ في عند الناس الكبار كلهم يا جماعه، بيبقى موجود عندنا في بين الفقرات بين المفاصل، ده اللي هو الكارتليج. خلاص، فربنا خالق معظم اللونج بونز، العظم اللي هو اللي بيكون فيه مفصل في النص، معظمه اللونج بونز بتاعت الجسم بتتبني عن طريق الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. الانترا ممبرينس اوسيفيكيشن دي بتبقى بدايه في الكونكتيف تيشو، بيحصل له اوسيفيكيشن على طول. الاوستيوبلاستس بتيجي وبتحط العظم بتاعها في الكونكتيف تيشو وبيحصل اوستيوسايتس واوستيوبلاستس وبيحصل كالسيفيكيشن بدون ما يكون في اي كارتليج موديل. يعني الاندروكوندرال اوسيفيكيشن بيكون ربنا سبحانه وتعالى خالق فيه كارتليج موديل، فيها هيالين كارتليج موجوده واخده الشكل المبدئي وجواها حاجه اسمها كوندروبلاستس. الكوندروبلاستس دي بتبدا تكبر وبعد كده بتموت، وبعد ما تموت بيدخل البلاد فيسلز بتتكون حوالين الكارتليج موديل ده وبتبدا تدخل وبتبدا تعمل لنا البون فورميشن جوه القالب، وبتكون برضو عظم حوالين الكارتليج موديل. يعني يا جماعه الفرق بين الاثنين ان ده في كارتليج موديل، في قالب واخد الشكل المبدئي، طبعا الشكل بيتغير والعظم بيطول كل ما العظم بيتكون جوه. بيبقى عندنا حاجه اسمها برايمري اوسيفيكيشن سنتر جوه، فالاوسيفيكيشن سنتر ده بيبدا ينمو، بعد كده بيبقى عندنا برضو في كارتليج موديل سيكندري اوسيفيكيشن سنتر، يعني بيبدا ينمو من حته تانية. لما الاثنين يتقابلوا بيزقوا بعض، فدي طريقه الاندوكوندرال اوسيفيكيشن نمو، ده بتبقى في كل العظم بتاع الجسم.
وكمان احنا عندنا ايه في البق بتاعنا يا جماعة؟ عندنا في الوش، الوش كله او الهيدن نيك او الراس كلها، السكال بتكبر بالانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن، يعني عبارة عن العظم بيتكون على طول وبيزقوا بعض في السوتشرز وبيكبر. بس الاندوكوندرال دي بتبقى في حاجة، بنطول ازاي؟ احنا بنطول عن طريق الاندوكوندرال اوسيفيكيشن. خلاص، الانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن بيزود العرض، يعني الجمجمه عندنا بتعرض، السوتشرز بتتكون بتقابل بعض وبتعرض. الاندوكوندرال اوسيفيكيشن اللي هو النوع التاني بتاع الجسم كله، ده موجود في كل الجسم الى جانب المندبل. لو بصيت، احنا اتفقنا ان الاندوكوندرال اوسيفيكيشن ده في كارتليج موديل، في الغضروف، في مفصل، عشان حاجه طريه تبقى في النص. لو ربنا سبحانه وتعالى خلق المفصل بتاع الفك ده حاجه ناشفه، ممكن يتكسر وممكن مش هيتحرك. فأي عظم زي المندبل، نقدر نقول الراس أو السكال، إيه الحاجة اللي في، هل المجزلة بتبقى انترا ميمبرينس ولا اندوكوندرال؟ لا، نقدر نقول المجزلة انترا ميمبرينس، بس المندبل نقدر نقول فيه الاتنين، في اندوكوندرال وفي انترا ميمبرينس. بس هو ليه في اندوكوندرال؟ لأنه في اندوكوندرال يا جماعة، لأن هو في الآخر في مفصلة اللي هي التي ام جي، المفصل بتاع الفك اللي أنا وأنا بتكلم وحضرتك بتتكلم فيه كارتليج، بيبقى في التي ام جي. فهتقول لي طب يا دكتور ازاي في نوعين من الانترا ممبرينس والاندوكوندرال؟ هقول لك ربنا خالق النوعين دول لما بيتقابلوا ما فيش فرق في العظم، يعني في الحتت اللي بيحصل فيها انترا ممبرينس والحتت اللي بيحصل فيها اندوكوندرال لما العظم يتكون، دي طريقتين مختلفين في تكوين العظم، بس في الاخر نوع العظم اللي بيتكون بيبقى نفس الشكل ونفس كل حاجه، وما تقدرش تفرقهم عن بعض، وممكن يتلحموا مع بعض في الحتت اللي بيكون فيها تكوين الاتنين زي ما قلنا المندبل. بس حضرتك تبقى عارف ان الانترا ميمبرينوس ده ليه السكال عامه ما عدا المندبل وما عدا الكرينيال بيس، بتكون معموله من الاندوكوندرال اوسيفيكيشن، والكلافيكل برضو يا جماعه بيكون معمول من الانترا ميمبرينوس اوسيفيكيشن. وطبعا نمو العظم يا جماعه ما بيبقاش بالتساوي، العظم لما بيتكون على السطح بيكون بيتكون في حتت اكتر من حتت تانية، بيحصل ريزوربشن في حتت وبيحصل ديبوزيشن في حتت، فشكل العظمه بيختلف، يعني العظمه مش بتكبر بالتساوي، بتكبر في حتت اكتر من حتت. ده بسبب ان الباترن بتاع الديبوزيشن والريزوربشن بيكون مختلف في كل حته عن التانيه. احنا قلنا ان المندبل بتاعنا بيكون فيه اندوكوندرال اوسيفيكيشن علشان بيكون فيه كارتليج موديل، بس نوع الكارتليج اللي موجود في المندبل بيكون مختلف شويه عن الكارتليج الموجود في باقي الجسم. طبعا بيقول لحضرتك هنا ان في عندنا عوامل جينيه بتاثر جامد قوي على الجروث والديفلوبمنت بتاع الاطفال او بتاع الناس وهم صغيرين. كذا نظريه يا جماعه في نمو العظم، من ضمنها الفانكشنال ماتريكس ثيوري اللي هو السوفت تيشوز، زي مثلا الشفه او الخد بيكبر، فالسوفت تيشو بتسحب العظم فبتعمل ضغط فبتكبر العظم او بتخلي البون يتكون. دي نظريه من نظريات البون فورميشن، لحد دلوقتي مش متاكدين اي نظريه العظم شغال بيها. هنتكلم يا جماعه دلوقتي ان شاء الله عن كل جزء في السكال بيتكون ازاي او بيحصل له جروث ازاي. هنتكلم اول حاجه طبعا عن الكرينيال فولت او الجمجمه. الجمجمه هي الجزء العلوي من الراس، ودي بتغطي الراس من فوق. وطبعا احنا فهمنا او ان احنا نعرف او العلماء بيؤمنوا ان زي ما قلنا الفانكشنال ماتريكس ثيوري، ان لما الجمجمه او لما المخيخ نفسه البرين بيكبر جوه بيعمل ضغط على الكرينيال فولت وبناء عليه بتكبر. طبعا يا جماعه بيبقى فيه فتحات بين الكرينيال فولتس، الفتحات دي يا جماعه بتساعد الطفل ان هو يتولد، يعني وجود الفتحات بين العظم بتاع الكرينيال فولت بيخلي الجمجمه طريه شويه، بتخلي الطفل ان هو يتولد عشان ينزل من بطن والدته. وقلنا يا جماعه بيحصل انترا ميمبرينس اوسيفيكيشن في الفرونتاليس دي، والعظم بيبدا يقرب من بعضه لحد ما يكون لنا السوتشرز. الاول بتبقى الفراغ كبير بيبقى فرونتالز، بعد كده بيبدا يصغر بيبقى اسمه سوتشرز عن طريق الانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن، يعني مفيش اي هايلاين كارتليج او مفيش اي كارتليج موجود هنا، على طول البون بيتكون في الكونكتيف تيشو اللي ما بين العظمتين. بعد ما الفرونتالس تتحول بتبقى سوتشرز، العظم او السوتشرز دي بتقفل بعد البلوغ او لما الطفل يكبر. يبقى تاني الطفل بيتولد بفتحات اسمها فرونتالس، بعد كده الفرونتالس تبدا تتكون فيها عظم بيبقى اسمها سوتشرز، والسوتشرز دي مع الوقت مع نضج او مع الطفل لما يكبر تبدا تقفل. طب احنا قلنا الانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن بيزود لنا العرض عن طريق ان العظم بيتكون في السوتشرز، والسوتشرز دي بتزق العظم بعيد عنها، يعني العظم بيكبر بالعرض عن طريق ان السوتشرز بيحصل فيها بون ديبوزيشن في الكونكتيف تيشو، فبناء عليه العرض بتاع الجمجمه بيكبر. وزي ما قلنا يا جماعه كل ما البرين بتبدا تكبر من جوه بتعمل نيجاتيف بريشر من جوه، بيحصل بون لوس من جوه وبيحصل بون ديبوزيشن من بره، عشان كده حجم الجمجمه بيكبر. يعني الى جانب ان الجروث بيحصل في السوتشرز يمين وشمال، الجمجمه بتكبر عن طريق ان البرين بيكبر معانا
والبون بيحصل بون ريزوربشن وبون ديبوزيشن من بره عن طريق الانتراميمبرينس اوسيفيكيشن. طيب تعال نتكلم برضو عن كرينيال بيز يا جماعه. كرينيال بيز الى جانب المندبل والى جانب الكلافيكل قلنا ان هم بيحصل لهم بالاندوكوندرولر اوسيفيكيشن، يعني قلنا بيحصل لهم بون فورميشن بالاندوكوندرولر اوسيفيكيشن، يعني كان في كارتليج موجود او قالب بتاع الكارتليج والعظم بيتكون من جواه والكارتليج ده بيبدا يتاكل والعظم بيبدا يتكون من جواه. عندنا في الكرينيال بيز يا جماعه في ثلاثة عظمات موجودين، الاثمويد والسفينويد والاكسوبيتال بونز، وبما ان هم اندوكوندرال اوسيفيكيشن معناه ان هم في الاول كانوا كارتليج، يعني هم كانوا موجودين كنوع من الكولاجين، كانوا موجودين على هيئه غضروف، بس الغضروف بيتاكل من النص زي ما قلنا، وبيحصل برايمري اوسيفيكيشن سنتر، ومن الاطراف بيحصل سكندري اوسيفيكيشن سنتر. ولما الاوسيفيكيشن سنترز تتقابل بين العظمتين بيعمل لنا حاجه اسمها سينكوندروزز، وبعد كده النمو بتاع السينكوندروزز ده بيخلي العظمه تدخل زي اللونج بونز. السفينويد نفسها يا جماعه في بينها سينكوندروزز، يعني هي السفينويد نفسها فيها اتنين جروث سنتر، فبيبقى في انتر سفينويد، يبقى السفينويد نفسها في جواها سينكوندروزز، يعني هي في جواها بتنمو في الناحيتين. طيب بين السفينويد والاثمويد بون بيبقى فيه عندنا سفينو اثمويد سينكوندروزز، يعني النمو بيحصل في السكندروز ده الناحيتين. وعندنا برضو السفينو اوكسوبيتال سينكوندروز، يعني دي بين السفينويد بون والاوكسوبيتال بون. تاني المفروض عندنا ثلاث عظمات اللي هم السفينويد والاوكسوبيتال والاثمويد، ليه برضو قلنا في ثلاثه سينكوندروز او جروث سنترز عندنا؟ علشان السفينويد نفسها بيكون جواها سينكوندروز بينها وبين نفسها، فبقى عندنا ثلاثه سينكوندروز. والسينكوندروز ده يا جماعه بيخلي العظم ينمو بعيد عن بعض. الانترسفينويد يا جماعه بيوقف عند سن الثلاث سنين بعد ما الطفل يتولد وعنده ثلاث سنين، السفينو اسمويد بيقف عند سن السبع سنين، والسفينو اكسوبيتال بيقف بعدين في الحياة. طيب تعالوا نتكلم عن المجزلة. قلنا الجروث بتاع المجزلة يا جماعة عبارة عن انتراميمبرينس اوسيفيكيشن، في السوتشرز من ورا ومن فوق، فده بيؤدي ان المجزلة بتتزق لتحت ولقدام. قلنا اكبر نظرية بنؤمن بيها في الجروث بالذات بتاع المجزلة هو جروث بتاع السوفت تيشو زي النوز واللبس والحاجات دي كلها، كل ما بتكبر العضلات بتشد المجزله لتحت ولقدام، عشان السوفت تيشو بيكبر الجلد الخارجي بيكبر، فده بالتاثير بيشد العظم معاه، فبيعمل داونورد والفورورد جروث بتاع المجزله. بالنسبه للكرينيال بيز اللي اتكلمنا عليها من شويه، ان المندبل فيه نوعين من الجروث اللي هو الانترا ميمبرينس اوسيفيكيشن والاندو كوندرال اوسيفيكيشن، بسبب يا جماعه ان المندبل فيه التيمبرو مانديبولار جوينت، والتيمبرو مانديبولار جوينت دي بتبقى عباره عن حاجه زي الغضروف في النص، مفصل بتاع الفك، لو كله عظم هيبقى او كله حصل له الانتراميمبرينس اوسيفيكيشن مش هيبقى فيه مفصله، مش هيبقى فيه حاجه بتمتص الصدمات، فلازم يكون فيها اندوكوندرال اوسيفيكيشن. المانديبولار كوندايلر كارتليج يا جماعه بتكبر او بتزق مندبل لتحت بعيد عن الكرينيوم عن طريق الكوندرال جروث، والمندبل بيتحرك لتحت ولقدام، الى جانب برضو بيحصل في المندبل سيرفيس ديبوزيشن للعظم، يعني زي ما بيحصل برضو الكوندرال جروث بيحصل انتراميمبرينس جروث والعظم بيتكون زيها زي المجزله، بس الفرق عن المجزله ان هنا بيكونترول جروث بيساهم معانا في تكوين المندبل. المندبل بيحصل فيه سيلف سيرفيس ريزوربشن وديبوزيشن علشان بيحافظ على شكل المندبل، وبيحصل يا جماعه ريزوربشن للريمس من قدام، علشان لما يحصل بون ريزوربشن للريمس من قدام بيدينا مساحه للمانديبولر سكند والثيرد مولر ان هم يطلعوا اللي هم السيفن والايت، عكس المجزله كان بيكون فيها عظم من ورا علشان يديني مساحه لتكوين السيفن والايت، بس المانديبل بيحصل ريزوربشن للريمس زي ما قلنا بون ريمودلنج علشان يدينا مكان للسيفن والايت، الى جانب بيحصل بون ديبوزيشن وحجمه بيكبر لتحت لقدام عن طريق الانترا ميمبرينس والكوندرال جروث. لما المانديبل يكبر بقى يا جماعه المانديبل ممكن يفضل في نفس الزاويه بتاعته، او ممكن يلف كلوك وايز او ممكن يلف انتي كلوك وايز. ازاي يا جماعه؟ ممكن المندبل يلف كلوك وايز في نفس اتجاه عرب الساعه، او ممكن يلف انتي كلوك وايز. المفروض عند الناس الطبيعيين الكوندايلر جروث يكون قد المولر اربشن، يعني ايه؟ يعني لما المولر بيحصل لهم اربشن بيحصل في المندبل جروث فيرتيكال بون جروث من ناحيه المولرز من ورا، والمولرز دي يا جماعه بتحافظ على الفيرتيكال دايمنشن بتاع البق، او بتخلي الاسنان تقفل على بعض. لو عندنا طول العظم يا جماعه بتاع المولرز او المولر اربشن كان قد الكوندايلر جروث، المندبل هيبقى علاقته طبيعيه وهيحافظ على علاقته بالسكول، بس اوقات يا جماعه الكوندايلر جروث بتكون اكبر من المولر اربشن، يعني الكوندايلر جروث بتاعتي بتكون اكبر من المولر اربشن، او المولر اربشن نقدر نقول اصغر من الكوندايلر جروث. ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ المندبل كده معناه ان هو يتحرك انتي كلوك وايز. معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان المندبل اتحرك او طول لقدام اكتر ما طول ليه
تحت، المفروض هو المندبل بينزل لتحت لقدام بنفس الزاويه، بس لو طول الكوندايلر جروث كان اطول من المولر الربشن، يعني المولرز ما حصل لهمش الربشن بما فيه الكفايه، فنقدر نقول ان المندبل يا جماعه هيكون حصل له روتيشن انتي كلوك وايز، يعني كان المندبل لف ناحيه ورا او لف عكس اتجاه عقارب الساعه. ده معناه ايه يا جماعه؟ معناه هيبقى العيان ده عنده ديب بايت، خلاص هيبقى عنده شورت فيس وديب بايت، لان المولرز ما تولدش الطول الكافي ان هي تبعد او ان هي تدينا الاوفر بايت الطبيعيه اللي هي بتبقى الابر مغطي اللور زي ما قلنا ب 2 مللي. لو المولر ما حصلهمش الربشن كفايه، الفيرتيكال هايت بتاع المندبل معناه ان هو قليل، معناه ان الروتيشن هيكون انتي كلوك وايز والعيان هيبقى عنده ديب بايت، عكس ما لو الكوندايلر جروث كان اصغر من المولر الربشن او المولر الربشن بتاعي كان اكبر او اطول من الكوندايلر جروث. ساعتها ايه يا جماعه؟ ساعتها المندبل هيكون طول لتحت اكتر ما هو طول لقدام. ساعتها ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ هتكون الروتيشن كلوك وايز عن طريق ان العيان هيبقى عنده انتيرير اوبن بايت، السنان من قدام يا جماعه هتبقى مش ضمه على بعض، يعني في اوبن بايت من قدام الانسايزر اللي فوق بعيد عن الانسايزر اللي تحت، وفي نفس الوقت يا جماعه العيان ده هيكون عنده اللور فيشيال هايت بتاعه طويل. يعني لو جينا قسمنا الوش لثلاث اتلات هنلاقي طول الوش من تحت اطول بكتير من باقي الاتلات اللي فوق بتاعه الوش، فدي حاجه مش كويسه. وبرده الكوندايلر جروث لو اكبر بيبقى مش كويس، احنا قلنا احسن حاجه ان الكوندايلر جروث يكون نفس الهايت بتاع المولر الربشن بتاعي، علشان المندبل مش عايزه لا يلف كلوك كويس ولا يلف انتي كلوك كويس، ويحافظ على علاقته الطبيعيه بالمجزله علشان الاكلوجن يكون عندي مظبوط. يا رب تكون اتفهمت. اتكلمنا يا جماعه عن السوفت تيشوز لما بتكبر، قلنا في نظريه ان السوفت تيشوز بتشد معاها العظم وبتخلي البون جروث يحصل اللي هو انترا ممبرينس بون جروث، وهو زي ما قلنا في الشابتر الاولاني ان اوقات السوفت تيشو ضغط، لو مثلا واحد طفل بيمص صباعه كتير هيعمل لنا انتيرير اوبن بايت، او هيعمل او مش هيبقى فيه اي اوفر بايت او اوفر شيت، او هيبقى فيه مش هيبقى فيه اوفر بايت في الاسنان، هيبقى عندنا انتيرير اوبن بايت، ده بسبب ضغط السوفت تيشوز. وبيتكلم هنا بيقول لك ان اللبس بتاثر على البروفايل بتاع العيانين، هنتكلم عنها اكتر ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. طبعا بيقول لنا ان احنا عشان نعمل تقويم ناجح لو الطفل جاي لنا قبل البلوغ بنحاول ان احنا نتوقع الجروث بريدكشن بتاعه علشان نعرف هل البيوبرتي هتاثر بالسالب ولا بالموجب على التقويم بتاعنا، ممكن ان احنا النمو بتاع الفك زياده ساعه الجروث سبيرت او ساعه البلوغ ياثر علينا بالسالب او ممكن ياثر علينا بالايجاب. الكلام ده كله يا جماعه نقدر نعرف مرحله النمو، هل النمو وقف او كده، عن طريق الهاند ريست راديوجراف، بنعمل الاشعه على الايد عشان نعرف هل العظم اكتمل تكوينه ولا لسه بيتكون، يعني لسه فيه اقدر اعدل نمو العظم بتاع الفك ولا ما اقدرش اعدل النمو بتاع العظم بتاع الفك. طيب تعالوا كمان نتكلم على السيلولار بيزز اوف توث موفمنت، ازاي تقويم الاسنان بقى بيتحرك، يعني الاسنان بتتحرك ازاي عندي في التقويم، عن طريق حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها مميزة للأسنان بس في الجسم، هي البريدونتال ليجمنت اللي هي الفايبرز اللي موجودة حوالين الأسنان كلها، هي دي الأوركسترا، هي دي المايسترو اللي بيحرك الأوركسترا في عملية تقويم الأسنان، عن طريق الضغط والسحب اللي هو التنشن والكمبريشن اللي بيحصل، اللي هو بناء عليه الخلايا بتترص وبيحصل حركة الأسنان. بيقول حضرتك إن البريدونتال ليجمنت فيها أنواع من تايب 1 كولاجين والأوكسيتيلان فايبرز موجودين في جلايكوبروتينز، في عندنا اربع خلايا اساسيه موجوده في البريدونتال ليجمنت اللي هي الفايبر بلاست، طبعا دي اللي هي اللي بتطلع لي البريدونتال ليجمنت فايبرز وبتكونها وبتخليها تقطعها، يعني بتعمل لها زي صيانه. الفايبر بلاست عندنا السيمنتو بلاست اللي هي بتطلع سيمنتم حوالين الروت معروف، الاوستيو بلاست اللي هي اللي بتكون العظم حوالين البريدونتال ليجمنت، والاوستيو كلاس اللي هي بتاكل العظم حوالين البريدونتال ليجمنت. وبيقول حضرتك برده عندنا الابثيليال ريست اوف ملاستيزيس دي اي خلايا ميته او حاجه هي بتاكلها، والبريدونتال ليجمنت لما يكون وصل لها جود بلاد سبلاي بتقدر تعمل صيانه منتظمه للخلايا اللي موجوده، وبحيث البريدونتال ليجمنت تفضل هيلثي وتفضل كويسه وماسكه الاسنان جوه العظم. تمام، عايزين نتكلم بقى على حركه الاسنان. حركه الاسنان على طريق حاجه اسمها اوستيوبلاست، وعن طريق الاوستيوسايتس، وعن طريق الاوستيوكلاس. الفرق الاساسي ان دي بتتكون العظم، والفرق النوع الثاني اللي هي اللي بتاكل العظم يا جماعه. خلاص، طيب الحركه بتاعت الاسنان بتحصل ازاي؟ لما حضرتك دكتور التقويم بيجي يحط التقويم بتاعه، او مثلا لو انت جبت سنه بتاع الطفل قعدت تزقها بصباعك، او لو طفل قعد يزق سنته كل يوم بصباعه، ايه اللي هيحصل؟ في حتت في تنشن، بتحصل حتت تنشن يا جماعه، حتت فيها شد وفي حتت فيها كومبريشن ضغط، يعني الروت كله لو احنا كده بصينا في الصوره هنلاقي
ان في حتت في الروت بيحصل فيها كومبريشن وحتت بيحصل فيها تنشن. يعني حته بتتشد لو انت جبت عصايه وجيت تنتها هيحصل في حته فيها تنشن وحته هيحصل فيها كومبريشن. نفس الفكره، العظم ربنا خلقه سبحان الله بيستجيب للتنشن للشد بالبون ديبوزيشن. الناحيه التانيه لما بيكون فيه كومبريشن بيحصل بون لوس، الاوستيوكلاست هي اللي بتشتغل. خطوات طب خطوات حركه الاسنان ايه يا جماعه؟ اول حاجه الماتريكس سترين اند فلويد فلو، يعني الماتريكس اللي موجود في البرودونتال ليجمنت بيبدا يتضغط والفلويدز اللي في البرودونتال ليجمنت تبدا تتضغط. خلاص بعد كده الخلايا تبدا تيجي تتضغط هي كمان، فلما الخلايا تتضغط هتبدا تنشط وتبدا تكون، يا اما بقى الاوستيوبلاست في الحته اللي فيها تنشن تروح فيها الاوستيوبلاست مع الضغط هتبدا تكون لي عظم، والحته اللي فيها كومبريشن الاوستيوكلاست هي اللي هتروح وتبدا تاكل لي من العظم. هنا بيتكلم ان في عندنا كذا نوع بيشارك في عمليه البون ريمودلنج. طبعا مش هنتكلم، هي كلها حاجات نظريه، مش هنتكلم دي كلها خلايا مناعيه او خلايا بتكون عظم او خلايا بتاعه الانزيمز بتشارك في عمليه حركه الاسنان. احنا اهم حاجه بس عندنا نفهم الميكانيزم بتاعها. فزي ما قلنا الاوستيوبلاست هتيجي وتكون في الحتت اللي فيها تنشن، والاوستيوكلاست هتتكون في الحته اللي فيها كومبريشن. طيب هل ده معناه ان انا كل ما عملت فورس اكتر كل ما الحركه كانت اسرع والتنشن كان احسن؟ لا، عندنا يا جماعه ليميت بتاع الفورس. لو عديناه، لو دكتور التقويم استخدم فورس اقوى، لو استخدم الاساتيك او استخدم اللايجتشر او استخدم القوه اقوى بالذات في الالاستكس او في الحاجات دي، او هو بيشحب حاجه، ايه اللي هيحصل ساعتها يا جماعه؟ هيحصل الضغط هيبقى زياده قوي لدرجه ان الخلايا هتبدا تموت وما يحصلش بون، ما يحصلش حركه للاسنان اصلا. يعني الاسنان هتثبت في مكانها، بالعكس ده هيعمل لك حاجه اسمها انكورج دوس. تاني، انت المفروض بتحرك سنان ضعيفه بتسندها، اتكلمنا في الانكرج هنتكلم عليه لسه قدام، بتسند الحاجه الضعيفه اللي بتتحرك على حاجه ثابته، زي انت مثلا عايز تزق حاجه هتسند على الحيطه او هتسند على الارض. طيب لما انت يكون عندك انت الاسنان اللي قدام مثلا سنه قدام عايز ترجعها لورا وسند على المولرز، لو انت عملت فورس قويه قوي على السنه اللي قدام ايه اللي هيحصل؟ التنشن والكمبريشن هيبقى جامد قوي لدرجه ان هيحصل نكروز، الضغط هيبقى جامد قوي ويحصل نكروز ويحصل هيلانيزيشن، العظم هيبدا يموت ومش هيتحرك ولا هيحصل بون، بالعكس هيبدا بقى يحصل بون لوس. خلاص هيحصل روت ريزوربشن، هيحصل مشاكل كتير. وكمان مش بس كده، الفورس هي تعتبر صغيره بالنسبه للانكور اللي ورا، يعني هي الفورس مميته للاسنان الاماميه الضعيفه، بس الفورس هتبقى ضعيفه نسبيا للاسنان اللي ورا، فتبدا تحرك لك الاسنان اللي ورا اللي انت واخد منها انكورج او اللي انت ساند عليها عشان تبقى ثابته وما تتحركش لان الفورس كانت قويه، ويبدا يعمل لك حاجه اسمها لوس اوف انكورج اتكلمنا عليه ولسه هنتكلم عليه. وكمان غير ان هو بيعمل لك الروت ريزوربشن، اتكلمنا ان الروت ريزوربشن دي حاجه بتحصل نتيجه الهيفي فورس. تعال نبص في الجدول ده، الجدول ده حاطط لحضرتك فيه ايه؟ الجدول ده حاطط لحضرتك فيه الايديال فورسز. هتقول لي ازاي دكتور التقويم بيحسب الفورسز؟ هقول لك في جهاز صغير دكتور التقويم بيقدر يستخدمه على الاسنان بحيث ان هو يشد يعرف الفورس اللي هو عامل اللي هو مركب بيها. فالجهاز ده يا جماعه بيقدر يحسب لي الفورس بالجرامز، دي الفورسز المثاليه. لو حضرتك بصيت هتلاقي البودلي موفمنت اكتر حاجه محتاجه فورس. ليه؟ البودلي موفمنت دي اللي هو انت بتحرك السنه كلها حته واحده من غير ما تميلها، كانك بتحركها ككتله واحده، غير التيبنج، غير الروت ابرايتنج. الروت ابرايتنج والتيبنج دول يعتبروا انك بتحرك السنه بميلان، يعني انت بتحرك جزء وبتسيب جزء، غير لما تحركها بودلي بتحتاجها اكبر قدر من القوه. طب الاكستروجن انت ان انت بتطلع السنه من جوه العظم، غير الانتروجن. بص الانتروجن الفورس قليله ليه؟ زي احنا زي ما قلنا الانتروجن بالذات بيعمل روت ريزوربشن، ان انت بتضغط على البلاد فيسلز، اي ضغط على البلاد فيسلز يا جماعه بيخلي الخلايا تموت ويخلي التغذيه تموت وبيبدا يعمل لك نكروز ويبدا يعمل لك مشاكل. فاللي احنا بنقوله يا جماعه الانتروجن لازم يكون بفرص قليله جدا، والا قلنا هيحصل روت ريزوربشن. الاكستروجن نوعا ما انت بتشيل السن من العظم فمحتاجه بتبعدها من جوه، يعني بتخرج السن لبره فمحتاجه قوه، بس قلنا اكتر حاجه محتاجه قوه هي البادلي موفمنت، دي انت بتحرك السن. هتقول لي امتى بتحكم في الحركات؟ هقول لك حسب الحاله. في حالات يا جماعه بيبقى مكان الجدر في البق مظبوط بس مكان الكراون مش مظبوط، ساعتها محتاج اعمل تيبنج بس للسنه. طب افرض السنه كلها على بعض خارجه لبره، ساعتها محتاج اعمل لها بادلي موفمنت. طب افرض السنه مكان الكراون مظبوط بس الروت مايل لبره او مايل لجوه، ساعتها محتاج اعمل روت ابرايتنج، ما غيرش مكان الكراون بس غير مكان الروت. فدي كلها بتعتبر اكستروجن، السنه زاويتها مظبوطه بس محتاج اطلعها او هي انكلوزد او حاجه، انتروجن السنه خارجه من زياده عن اللزوم وعايز ادخلها.
فانا بتحكم، انا حسب الحركه اللي انا عاملها يا جماعه بختار الفورس اللي انا اعمله علشان ما اعملش مشاكل واعمل بون لوس واعمل هايلايزيشن والحركه بتاعه التقويم ما تحصلش ويحصل لي لوس اوف انكورج زي ما قلنا. وزي ما اتكلمنا يا جماعه انه الروت ريزوربشن ده بيحصل عند كل الحالات، بس لو انا قللت الفورس خليتها من 15 ل 25، اقل من 15 طبعا مش هيحصل حركه، اكتر من 25 زي ما قلنا الفورس بتاع الانتروجن ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لي هايلايزيشن ومش هيحصل حركه للاسنان اصلا وهيحصل مشاكل. فساعتها بنقول لحضرتك احنا عايزين الفورس بتاع بتبقى في الرينج الطبيعي ده في كل الحاجات. لو سعادتك اتعافيت زودت على كل الكلام ده الى جانب ان مش هيحصل حركه، هيحصل لك الروت ريزوربشن اللي هو الروتس هتتاكل. طبعا بيقول لحضرتك ان الروتس اللي بتتاكل دي بتتعوض بالسمنتم، بس السمنتم ده مش يعني يعني الروتس بتتاكل مش بيبقى مكانها فاضي، في السمنتو بلس بتيجي تكون سمنتم، بس لو الروت ريزوربشن ده كان زياده الروت هيقصر. يعني انت السمنتم ده الروت السنه قصرت، الكراونت روت ريشيو قصر، السمنتم ده مش بيثبت السنان. لو انت الروت ريزوربشن حصل بقوه السنه هتبقى صغيره وتبدا تتلخلخ بتوع. عشان كده بيقول لحضرتك يا جماعه لازم نخلي بالنا في الفورسز اللي احنا بنعملها عشان ما نعملش روت ريزوربشن. نشوفكم على خير ان شاء الله في الشابتر اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.